مين منا مؤثر فيه أستاذه؟ أحيانا بطريقة سلبية وأحيانا بطريقة إيجابية. مع هيك في كتير حالات بيكون الأستاذ فيها هو الظالم مو المظلوم. وفي كتير مفاهيم غلط تعلمناها، مثل إنه باسم بيطلع مع أبوه برا وربعه بتبقى مع أمه بالبيت. وين المشكلة؟ بالمدرس ولا بالمناهج؟ نطلع استطلاع ومنرجع. والله ما عندي ثقة. ما عندي ثقة لأنه الطالب أول شيء في ضغط كتير على طلاب المدارس بالصف. تاني شيء المعلم مستحيل إذا ما في دروس خاصة ما بيمشي الحال، يعني ما بيتماشى الطفل مع المنهاج تبع الدراسة. لا عندي ثقة. والله مثل حلوة ودراستهم حلوة وعندي ثقة بهم، ليش لا؟ يعني عم يعلموا جيال وكله عم يطلع شاطر، ليش لا؟ منحبز لو بيعملوا لهم دورات للأساتذة لحتى يصير هالتطور الملحوظ هذا. أنا معلمة أول شيء. بده تأهيل، بده إعادة تأهيل المعلم، بس برأيي يعني في معلمين حتى الآن قادرين على أنه يعني يوصلوا المعلومة بطريقة كثير جيدة جدا للتلميذ، وخصوصا في المراحل الأولى في الحلقة الأولى. ما عم يعني أدوا واجبهم تماما، وبتمنى أنه يطلعوا كثير على مناهج التربية لحتى يكونوا كفء. أنا بحس أنه لا، أنا ممكن أعطي ثقة للأستاذ، بس هي المناهج صايرة صعبة كتير، يعني كتير حتى بالنسبة للطلاب بتلاقي كتاب العربي مدري كم شغلة بيعطوا بالرياضيات، إذا كان قبل ما يفوت علمي أو كذا بتلاقي كتير في ضغط كتير كبير، والفترة كتير قصيرة والعطل كتار، فبتلاقي ما عم بيلحق وبيوصل الأستاذ لآخر السنة بس يلا يلا بدي خلص. موضوع الثقة ما فينا نقول نجزم إنه في ثقة لما ما في ثقة، بس أنا مثلا من تجربتي الشخصية مثلا بالمدارس أنا ما عندي ثقة بالمدرسين إطلاقا. هلا المناهج ما كانت مثل ما لها موجودة اليوم، بنفس الوقت المناهج اللي إحنا درسناها كان فيها نوع من التقصير. كمان لما بتتخرجي من المدرسة أو من البكالوريا بعد الثانوية بهالمرحلة أنت غير مؤهلة تنخرطي بمجتمع بالمعلومات اللي أنت عندك، يعني كانت أكتريتها أكاديمية.